نروح لملف آخر من الملفات الهامة جدا واللي دايما بنسلط عليها الضوء، وهو ملف التعليم العالي والجامعات اللي يمكن واخدة مساحة كبيرة من اهتمام الخاص كمان بالتطوير اللي موجود في الجامعات خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد ظهور واستحداث بعض الجامعات المصرية الجديدة اللي بتبني جيل جديد، جيل مواكب للتطورات التكنولوجية وكمان مواكب لمتطلبات سوق العمل. ويمكن ده هو اللي مخلينا في صباح الخير يا مصر نتكلم عن برنامج التعليم الجديد أو برامج التعليم الجديدة كمان اللي موجودة في الجامعات، مع الدكتورة جيهان إسماعيل جوايف، المستشار رئيس جامعة العالمين للتعاون الدولي ومدير برنامج الصحة العامة اللي موجودة معانا دلوقتي عبر تقنية زوم. صباح الخير يا دكتور. صباح النور بحضرتك، شكرا للفرصة دي، اتاحت الفرصة دي يا فندم. دكتور يعني حضرتك منورانا وسعداء بوجود حضرتك معانا، لكن عاوزين نعرف ايه البرامج التعليمية المستحدثة وكمان التخصصات المتعلقة ببرنامج الصحة العامة. الحقيقة هي الصحة العامة الأول، خليني أعرف السادة المشاهدين إيه هي الصحة العامة، لأن الحقيقة ما بقعد مع أي حتى أولياء الأمور اللي بيجوا بجد إن عندهم نوع من اللبس. ايه المقصود بالصحه العامه؟ الصحه العامه هي عباره عن فن وعلم المنوط بتعزيز الصحه بالوقايه من الامراض، بالحمايه من الامراض وباطاله العمر. من خلال ايه؟ من خلال مجموعه من الجهود المنظمه العلميه المبذوله لحمايه المجتمع. نعم. الحقيقه دايما بيبقى في خلط، هل الاخصائيين الصحه العامه هل هم دول اطباء ولا هم مش اطباء ولا دول بيتبعوا ايه؟ الحقيقه الصحه العامه، وده اللي انا شرفت اني اتعين عليه، ده كان طول عمره قسم في كليه الطب، وانا شرفت اني اتعينت فيه معيده في طب اسكندريه، ولم يكن هناك برنامج او كليه للطلاب المرحله الاوليه، لكن كان طول عمره موجود سواء في الجامعات المصريه او الدوليه او في الجهات البحثيه، المعاهد البحثيه، كان تخصص بوست جراديويت ما بعد التخرج. لكن الحقيقة بدأ يبقى فيه توجه جديد دولي وعالمي، ومصر برضو بتسير فيه، إن هو وهناك توصيات إن هو يبقى برنامج لطلاب المرحلة الأولية. طيب هو إيه اللي إحنا بنقوله تعزيز الصحة والوقاية والكلام ده، إيه المقصود بيه؟ خدمات الصحة العامة أو السيرفيسز المختلفة والتوجهات والدومينز بتاعته، هي كل الخدمات الصحية اللي حضرتك بتعملها لوقاية الناس من الأمراض خارج العيادات. وعلشان كده طالما ان هو بعيد عن الخدمات الكلينيكال او السريريه، فهو هم ليسوا باطباء، لكن هم منوطين بالجزء الوقائي اللي عندنا. زي ايه؟ يعني مثلا لو جينا بصينا للجائحه اللي حصلت بتاعت الكورونا، الاستجابه للتقصي للجائحه ده من الخدمات، ما فيش دكتور في عياده، دي شغلته. الحاجه الثانيه الكرايسيس ريسبونس، لما يبقى عندنا كارثه والمفروض الاستجابه ليها، برضو ده اللي هو دور المستشفيات ولا العيادات. حاجات زي الخدمات البيئه، صحه البيئه في المصانع، في شركات البترول، وي دي برضو خدمات وقائيه، وغيره كتير، هي منظومه كبيره الحقيقه. خلينا نقول انه في ظروف معينه بتحتم خلق وظائف جديده، فانا عايزه اعرف لو البرنامج ده هيضمن للطلاب الخريجين الحصول على وظائف في المستقبل بعد تخرجهم. يعني انا مش بتكلم هيلاقوا ولا لا، بس البرنامج ده هيضمن ليهم ان هم يلاقوا وظائف. أي فندم، هقول لحضرتك زي ما بقول لحضرتك، في الغرب البرنامج الصحة العامة في المنظومة الهرم الصحي كان دايما هو أعرض قاعدة موجودة في الخدمات الصحية كلها. لكن لأن الاستثمار أناني، كان دايما بنلاقي الاستثمارات موجهة للخدمات التخصصية أو العلاجية، بنلاقي مستشفيات جديدة، سراير جديدة بتنضاف، وي لغاية حضرتك ما جت الجائحة بتاعت الكورونا وأعلنت في مارس 2020 من منظمة الصحة العالمية إن هي جائحة دولية. لقينا كل الخدمات كلها حصل تعطيل لكل النواحي العلاجية، وده مش بس في القطاع الصحي، في القطاع الصحي وقطاع الأمني وقطاع السياسي والاقتصادي، وي كله توجه للصحة العامة، كله بدأ يدخل في الترصد، كله بدأ يدخل في الإجراءات الاحترازية، في النصايح التثقيفية، بندور على لقاحات وطعوم، كل دي خدمات صحة عامة. الحاجات ده هي إلى جانب المبادرة اللي تولاها معالي الرئيس السيسي، اللي هي الجينوم المرجعي، إن إحنا بناخد عينة 100,000 واحد كمرحلة أولى من المصريين، وبنشوف المادة الوراثية عندهم عشان نشوف المصريين الأمراض اللي عندهم، وبالذات الأمراض النون كوميونيكابل أو الغير سارية،
اللي هم بيتعرضوا لها، وبالتالي دي نظرة استباقية. صحيح. بشوف إيه اللي هم معرضين فابدأ أوجه لهم إجراءات الوقاية وإجراءات الحماية. هو ده يا فندم تعريف الصحة العامة. طيب دكتورة جيهان وحضرتك يعني بتتحدثي عن الإجراءات الاستباقية. إحنا سمعنا إن البرنامج الخاص بهذا القسم تحديدا هو هيكون فيه التنبؤ بالأمراض، هل ده تقدروا تحددوه فعلا؟ بالظبط يا فندم. ما هو حضرتك، هو انا بقول لسيادتك التوجه في العالم كله دلوقتي ما عادش ان احنا طب بنشخص ونعالج، بقى حاجه اسمها 4P 4P. اول واحده بريدكتيف تنبؤيه، والثانيه بريفنتيف وقائيه، والثالثه بيرسونلايزد ان انا بعمل لك برنامج خاص بيك بظروفك، والحاجه الاخيره بارتيسيباتوري بالتعاون منك. وده كان التوجه على هذا الاساس. فاحنا عملنا ايه؟ برنامج الصحه العامه بدا بفكره في مجلس امناء جامعه العالمين، وحلم عند كل اساتذه الصحه العامه في مصر. الخطوات عشان تعمل برنامج جديد ما ينفعش تتم غير لما حسب ما سيادتك قلتي دلوقتي، ان انا ابقى ضامنه ان الناس دي لما تطلع سوق العمل محتاجها، لان الطلبه دلوقتي كلهم نظرتهم اتغيرت وبداوا يفهموا ان في وظائف بازغه وفي وظائف هتنتهي تماما. فهل احنا برنامجنا الطلبه دي هتطلع تلاقي شغل؟ هل هم مطلوبين؟ عملناها ازاي؟ اول حاجه حضرتك دخلنا اونلاين وعملنا حاجه اللي هي اسمها جوب ماركت ريسيرش، ان احنا بنعمل جوب ليستنج وندور على الوظائف. الحاجه الاهم ان احنا بدانا نعمل حاجه اسمها ستيك هولدر انجيجمنت، شفنا كل اصحاب المصالح المنوطين بالطلبه دول لما يتخرجوا، وسالناهم هل البرنامج ده الولاد دول هيبقى لهم شغل عندكم، هل الولاد دول مطلوبين عندكم. سالنا على كل الجهاد، وعلى اساسها بدانا حضرتك نترانسليت او نحول البيانات اللي لميناها دي وبنقول عليها وي ديفلوبد ا كيس، بدانا نحولها لبرنامج اكاديمي. البرنامج بتاعنا عبارة عن إيه في عجالة، والولاد دول هيطلعوا يشتغلوا إيه؟ البرنامج درجة بكالوريوس 4 سنين، بأول سنتين الطلبة بيدرسوا كل حاجة في الصحة العامة، وهو ده المختلف عن دراستي في كلية الطب، إن كل حاجة دي ما درستهاش غير وأنا في الدكتوراه. وبعد كده من أول سنة ثالثة بيبدأوا يتخصصوا في واحد من 6 مسارات. ال6 مسارات كلهم حددناهم بناء على الستيك هولدر او رد الفعل اللي خدناه من اصحاب المصالح، من اول منظمه الصحه العالميه لغايه ابهات والطلبه نفسهم. كل دول سالناهم انتوا شايفين ايه المجالات. اول واحد public health genetics، الوراثة في الصحة العامة، ودول مطلوبين جدا مع التوجه اللي تبناه معالي الرئيس اللي قلت لحضرتك عليه. الوراثة ان انا باخد عينة منك وبشوف المادة الوراثية، انت عندك استعداد ايه، الخريطة بتاعتك ان هيجيلك بعد الشر يعني ايه المرضى اللي هتبقى في المستقبل. المسار الثاني علم الوبائيات، ودول اللي كانوا المين تشامبيونز او البلايرز في مرحلة مرض الجائحة بتاعت الكورونا. والحقيقة طبعا كان ده الانتصار العظيم لبرنامج الصحة العامة لما ظهرت اللقاحات في الفرصة الصغيرة، الترصد اللي كان حاصل، الإجراءات الاحترازية، الرسائل الثقافية، الكومباتينج، إزاي إن إحنا قدرنا نتغلب على الإنفوداميكس، الإشاعات الناس كانت بتطلعها إن دي حاجة كونسبيرسي مؤامرة، كل ده تغلبنا عليه والناس اقتنعت واخذت التطعيم بعد ما صرفنا اكثر من 200 مليار علشان نقدر نكومبات. طيب احنا دلوقتي معظم كنا دايما احنا في صباح الخير بنتكلم عن الـ 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 الحاجات الجديده يعني، وحابين نعرف لو الطلبه دلوقتي احنا في التنسيق حاليا ازاي نساعد ونشجع الطلاب ان هم يدرسوا هذا البرنامج عشان نقدر من خلاله نستفيد في المرحلة الجاية، يعني ازاي نقدر نقنع الطالب اللي عايز يدخل كلية طب لا تعالى في برنامج تاني جديد مطلوب اكتر ليه فرص عمل، ازاي نعمل ده؟ اسمحي لي اقول لك مثال سريع. انا جات لي من يومين بنوتة دارسة بره مصر في مدرسة بريتش، وجات لي جايبه 98% رغم ان احنا مجموعه بياخد اقل كتير، وجات قالت لي انا عايزه ادرس في برنامج الصحه العامه عندكم. فقلت لها انت مجموعك يؤهلك ان انت تدخلي حتى طب. فقالت لي انا من وانا في سنه ثانيه اعدادي في المدرسه البريتش اللي بتدرس فيها، وهم بيقولوا لنا ان المستقبل كله للببليك هيلث. ولما جت الكوفيد بانديميك الجائحه دي ترسخ عندي الفكر ان انا ادخل هذا المجال، وانا جايه عايزه اجوين برنامج الصحه العامه.
حضرتك احنا بنعمل اجريسيف ماركتنج للبرنامج يعني في كل المجالات، ويكفي ان انا يعني شرفا ان انا مع سيادتكم النهارده على كل النواحي بنعمل انفو سيشنز في كل الاماكن، في المدارس، في الكليات، في النوادي، على صفحه الجامعه، يعني عاملين برنامج مخطط كامل للدعايه للبرامج الجديده، لان احنا عندنا كذا برنامج جديد، اما ان هو حاجه مطلوبه في السوق جدا، ويا اما ان هي حاجه جديده خالص، وده محاولة ان احنا يبقى لنا competitive advantage او ميزة تنافسية في طيب الكراودد. دكتور جهان، يعني اسمح لنا اللي احنا نحاول كمان اللي احنا نقرب اكتر من خلال تقديم لحضرتك دعوة تشرفينا في الاستوديو هنا في صباح الخير يا مصر، لان كلام كبير ومهم لقسم جديد، فعاوزين نوعي الناس بيه اكتر ونعرف الناس عنه اكتر من خلال يعني تشريف حضرتك لينا هنا في يوم في البرنامج، نقدر نتكلم بمزيد من التفاصيل عن برنامج الصحة العامة في جامعة العالمين. دكتورة جهان اسماعيل جويفل، مستشار رئيس جامعة العالمين للتعاون الدولي ومدير برنامج الصحة العامة، بنشكرك وفي انتظار يعني قدومك لينا في صباح الخير يا مصر.